عطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية نشرت رسميا خلال الفترة الأخيرة في المواقع الحكومية الإسرائيلية لتوسيع مستوطنات قائمة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، أهمها في بؤرة استيطانية غرب مدينة رام الله. عندما أحلنا الملف الاستعمال الاستيطاني ملفات أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، كنا نعتقد أنه آن الأوان لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمة للاحتلال لقطع الطريق على مواصلة ما يقوم به من جرائم متصاعدة. لكن للأسف الشديد حتى المحكمة الجنائية الدولية يكون الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال، ويكون هناك تهرب من قضايا لها علاقة في محاكمة الاحتلال فرض عقوبات عليه. بناء نحو 200 وحدة استيطانية غرب مدينة رام الله يبتغي تقييد توسع المدينة الفلسطينية، هذا على الرغم من تعهد إسرائيل وقف البناء في المستوطنات لمدة شهور أربعة خلال محادثات العقبة وشرم الشيخ التي جرت في فبراير شباط الماضي بوساطة أمريكية، وكانت جمعت هذه المحادثات مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين. نتنياهو وسموتريتش وبن غفير يظهروا أن لا أحد يلزم دولة الاحتلال، وحتى كل ما وقعوا واتفقوا عليه وتعهدوا أمام أصدقائهم وحلفائهم الولايات المتحدة الأمريكية هم يديروا الظهر بالكامل لهذا الموقف، وطبيعة هذا القرار يأتي في إطار التصعيد والتوسع الاستيطاني وخاصة في قلب مدينة القدس، وحينما نتحدث عن جبل أبو غنيم هناك أكثر من 89 وحدة استيطانية في مستعمرة كريات أربع المقامة على أراضي مدينة الخليل سيكون الكم الأكبر. وفي جلستها بالأمس صادقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص نحو 8 مليون دولار من أجل ما تسميه تطويرا للموقع الأثري سباستيا في منطقة نابلس المتواجد في مناطق با وجيم، ما ينذر هو أيضا باستمرار التصعيد في الضفة الغربية. باتت أعداد المستوطنين تفوق 700,000 في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أما شبكات الشوارع والبنى التحتية فهي تمحو الخط الأخضر تماما لتبتلع دولة المستوطنين أي كيان جغرافي فلسطيني. من مدينة رام الله، إيمان جبور، قناة الغد.